نور من سوريا، حديثنا في هذه الحلقة عن هذا الموضوع. أهلا أعزائي المشاهدين، أنا بدعوكم تشاهدوا هذه الحلقة بث مباشر، ورح نشوف فيها عدة أمور. نشوف أهمية سوريا في الكتاب المقدس، ومن ناحية بنتكلم شوي عن الماضي، أقصد يعني السنوات اللي مضت، وطبعا عن الحاضر والمستقبل، كيف الله بينظر لهذا البلد الجميل. وبصلي من كل قلبي أنه هذه الحلقة تكون بركة لحياتك، وهذه الحلقة تكون شيء يعني تختبر من الرب أنه هو صالح وله الكلمة الأخيرة، وأنه إله السيادة والسلطان المطلق الكامل على حياة الناس، وأنه التاريخ كله يسير بخطة محكمة منسجمة لمنفعة الإنسان طبعا، لكن الله لابد أن يحقق هدفه. نور من سوريا، ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل القصير.